الشاون ما محتاجاش شي واحد يهضر عليها، هي كتهضر على راسها. انا علاقتي مع الشاون هي علاقه قبل، عندي اصدقاء اللي اشتغلت معاهم في المسرح. الشاون كنعرفوا بانها واحد نقطه ضوء منيره في المسرح المغربي، في التاريخ نتاع المسرح المغربي. حتى الناس اللي كيخرجوا من الشاون كيعطيو داك الصوره الزوينه عليها. بعض الشخصيات سياسيه وفنيه اتصلت بيا معبره عن اعجابها بداك المضمون اللي قدمته. سعيدة برنوس من مواليد تمركالت بني حذيفة الحسيمة، إقليم الحسيمة، حيث أمضيت واحد النسبة مهمة من الحياة ديالي في حدود البكالوريا. كملت قرايتي في تطوان، درت المركز ديال تكوين المعلمين لمدة 3 سنين، ومن بعد غنتعين غادي نخدم في الجنوب وغادي نرجع لبلادي، نرجع لذاك المدرسة فين قريت وليت أستاذ تما لمدة 20 سنة. ثم بعد ذلك انتقلت لطنجة حيث أشغل الآن منصب مسؤولية في وزارة التربية الوطنية. دونك هاد الدورة اللي درت أكيد أنه تطوان، طنجة، الشاون، الحسيمة عندها حضور رمزي وحضور معنوي كبير في الكارير ديال، يعني في المسار ديال. هي زيارة عمل عندي هنا خدمة لمدة 5 أيام، واحد كنشط واحد الورشة تكوينية في إطار الخدمة ديالي. وسبق لي جيت سابقا حضرت واحد الندوه جهويه حول الثقافه هنا في الشاون. دونك للاسف الشديد مرتين فقط ما كافينش، واحد اللي ساكن لمده سنوات وسنوات في الحسيمه في نواحي تاع ترقيست، يعني جيران مع الشاون، ولكن للاسف الكونتاكت ما كاينش بين المدينتين ولا بين الاقليمين الحسيمه والشاون الا في النقاط ديال التماس من جهه اساكن وببرد. ولكن كاين كونتاكت مع تطوان وطنجة اكثر من الشاون. دونك شي حاجه اللي مؤسفه، لانه التاريخ والجغرافيا كتجمعنا، الثقافه كتجمعنا، ولكن التواصل الانساني اقل منه تجاه مثلا المدن الاخرى بحال تطوان بحال طنجة. الشاون ما محتاجاش شي واحد يهضر عليها، هي كتهضر على راسها، لا تاريخيا ولا جغرافيا ولا على مستوى السياحه اللي يعني الرمزيه اللي عندها في المغرب كامل. الناس اللي كتجي كتزور الشاون اعتقد انهم المغرب كامل، يعني يعني واحد النقطه استقطاب لواحد العدد كبير نتاع الناس اللي بغات تكتشف طبيعه جديده، بغات تكتشف مناظر جديده، بغات تكتشف ثقافه جديده. انا علاقتي مع الشاون هي علاقه قبل، عندي اصدقاء اللي اشتغلت معهم في المسرح. الشاون كنعرفوا بانها واحد نقطه ضوء منيره في المسرح المغربي، في التاريخ نتاع المسرح المغربي، يعني من بين النقاط اللي يفتخر بها المغاربه كاملين انها خرجت واحد العدد كبير نتاع الفنانين المسرحيين اللي بصموا المسرح المغربي عموما. ياسين حجام، ساميه اقريو، احمد سبيع ككاتب مثلا، الى اخره الى اخره. هذه الاسماء هذه كامله انا تشرفت باني كنت صديق وكنت وخدمنا مره المسرح وتلاقينا في اكثر من مناسبه وطنيه، مهرجانات الوطنيه نتاع المسرح، وعرفت الشاون من خلالهم، وعرفت بانها مدينه عندها ثقل وعندها وزن وعندها تاريخ، لان حتى الناس اللي كيخرجوا من الشاون كيعطيو داك الصوره الزوينه عليها. دونك اعتقد ما محتاجينش لي انا باش نتكلم عليها ونزيد نمدحها او نقول فيها شي كلام زين. البدايات كانت كتابه، انا نشيط على مستوى الكتابه، كنت كنكتب في جرائد سابقه جهويه ووطنيه، وكنت كنكتب حتى في الفيسبوك كنت كنكتب، ولكن في مرحله معينه قلت علاش ما نحولش هذه الكتابه الى صوت وصوره، انني ندير فيديوهات ونشوف نجرب واش غادي يكون تبني من طرف يعني الاصدقاء والصديقات في الفيسبوك. فملي نجحت التجربه مع الاصدقاء اللي كان عددهم ديك الساعه 5000، قررت اني نزيد نستمر اكثر، وفي كل فيديو الا وكنربح واحد العدد اكثر من الاصدقاء والصديقات، لاني مثلا اتطرق لظواهر مختلفه. ظواهر في الاول كانت سوسيولوجيه، سوسيولسنيه، سلوكيه، تواصليه، على الدارجات مثلا، على الثقافه المغربيه، على الخصوصيه نتاع الشخصيه المغربيه الى اخره الى اخره. فلقات نجاح، ما غاديش نعقل على فيديو واحد او جوج او ثلاثه، هما فيديوهات بزاف،